ماهين، عرفت شي جديد عن بابا؟ لا برتيبة. حماتي بترجاكي لا تبكي، بوعدك اني رح دور عليه ولاقيه وين ما كان. هدي حالك هلا واحكي لي بالتفصيل شو صار بعد ما انا رحت لحتى عمي ترك البيت. برتيبة انت كمان ما حكيتي لي شي ودغري سكرتي الخط. في شي حدا منكم ضايقه لعمي يعني؟ حماتي شبك ليش ساكتة؟ برتيبة قولي. ما هين اللي صار. منيح انك اجيت ابني. انا صار لي زمان ناطرتك، رح احكي لك وبالتفصيل. سونيدي تعي لهون بس دقيقة. امي اذا بدك تحكي عن الشيء اللي صار الصبح تفضلي عم نسمعك. شو قصتكم اليوم كلياتكم عم تحكوا بالالغاز؟ قولوا لي شو اللي صار بالضبط؟ عمي ليش ترك البيت وطلع؟ ابني انت بتعرف انه اذا ما اهتمينا بصحتها لسونيدهي هالشي رح يكون غلطنا كلياتنا، وانت اكيد بتوافقني الرأي انه الحلويات اللي جابتهم امها لسونيدهي لما اجت كانوا بس كرمال بنتها، لانه اذا ما اكلت شي صحي وتغذت الولد رح يتأذى. وهلأ بعد ما سمعت كل هذا الحكي، اذا دريت انه حدا سرق هالحلويات واكلها شو بيكون رأيك؟ احكي ست براتيبة.